فيرست كان في رهبة من هذا المجال أكيد، لأنه إحنا ما بتلاقي كتير بنات بيشتغلوا بهذا المجال أو بدرسوا بشكل عام، بس بعدين تشجعت لأنه هاي فرصة يعني لا تعوض كانت بالنسبة إلي. كانت تجربة جديدة وكتشالنج بالنسبة إلي، وحبيت أخوضها في مجال السيارات لأنه هذا مجال كتير بحبه أنا، وبرضه بحس ما في قيود من هاي الناحية إنه كصبية ما أدرس بالأوتوموتيف إندستري، فهذا الشيء برضه يعني خلاني كدافع. برضه أنا أسامة بدرس هندسة ميكانيك بجامعة الـ HTU، وجامعة الـ HTU بتوفر لنا فرص كثير منيحة بمجال التدريب بالسيارات وهندسة ميكانيك. أنا سمعت عن جاكوار لاند روفر أكاديمي عن طريق صاحب أخوي، وكانت فرصة عظيمة جداً أني ما أضيعها لأنها هي بتساعد الواحد خصوصاً الميكانيك. السبب اختياري لأنه أنا بحب هذا المجال، مجال بيقدر يساعدني أني أطور حالي فيه، لأنه سوق السيارات مستحيل يموت، دائما بتطور ودائما بتجدد، دائما بتدخل عنا تكنولوجيا جديده وانيشيتيفز جديده بنقدر احنا نطبقها هون. وكمان انا برضه يعني طموحي اني ما اضلني اشتغل، اني ابني بزنس الي لحالي، فهالطريق السيارات يعني هو اكثر مجال حسيته بيناسبني انا الي ولشخصيتي، وكمان برضه لحبي للسوبر كارز والهاي بيرفورمانس. أكيد بشجع باقي الصبايا إذا بتحب هذا المجال أنها تفوت فيه وتدور على أكثر مكان مناسب إلها وتقرأ أكثر عن الموضوع، تيجي تشوف الأكاديمية وتزورها وتزور الشركة وتتعرف أكثر عن المجال إذا هي بتحبه أنه فعلياً تفوته. أنا بدرس هندسة ميكانيك في جامعة الحسين التقنية، وفي اتفاقية بين جامعة الحسين التقنية وأكاديمية جاكوار لاند روفر، وعن طريق بس فتحوا باب التسجيل الفوج الثالث وقدموه عنا بالجامعة، وردي دغري قدمت لها، وكان في عندي معارف في الدفعة الأولى اللي قدمت أصدقائي كانوا مقدمين فيها، وأخذت منهم الخبرات وسألت عن الأكاديمية، شفت كيف التطور تبعهم صار قبل ما يسجلوا بالأكاديمية وبعد ما تخرجوا منها، فشفت إنها بتأدي الهدف تبعي اللي أنا بدي إياه أو الحلم اللي بتساعدني لحتى أوصله اللي هو الشغف في السيارات اللي بدي أدخل في مجال ميكانيك السيارات، فوجدت إنه في هاي الأكاديمية لهيك قدمت لها. حصلت على وظيفة جيدة الحمد لله في شركة المحمودية في بوزيشن تكنيكال ادفايزر. الحمد لله حصلت على الكثير من الخبرة اللي كنت يعني أنا بدور عليها من خلال هاي الأكاديمية. صار عندي مهارات فحص السيارات، مهارات في صيانة السيارات، يعني خبرة ما كنت راح أحصل عليها بهاي السرعة في أي مكان ثاني.